نحن أمام فاجعة كبيرة خلال الساعات الماضية من قبل الفجر ودول التحالف تستهدف المدنيين استهدفت السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة الذي فيه مدنيين محتجزين يعرفهم الصليب الأحمر وزارهم الصليب الأحمر ويعرف أنهم مدنيين استهدفتهم طائرات التحالف بشكل مباشر طبعاً لا تزال الضحايا إلى حد هذه اللحظة وطواقم الإنقاذ لا تزال إلى هذه اللحظة نحن أمام جريمة كبيرة جداً وهناك ضوء أخضر أمريكي بقتل المدنيين هذا الذي نفهمه الذي نفهمه من خلال استهداف السجن المركزي وسجن الاحتياطي في محافظة صعدة والإيغال في قتل المدنيين أن هناك ضوء أخضر أمريكي بقتل المدنيين ولا ملاحقة للجنى ومجرمي الحرب نعد هذه الجريمة جريمة حرب ضد الإنسانية يجب على العالم أن يتحمل مسؤوليته في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ الإنسانية بشكل عام نحن أمام ضحايا كثر نطالب المنظمات وخصوصا منظمة الصحة العالمية بتسيير طائرات إسعافية طبية للشعب اليمني وترسل معها الطواقم الطبية والصحية حيث أن الطواقم الطبية في اليمن منهكة خلال الأيام الماضية وخلال السنوات الماضية اليوم في صنعاء الكادر الطبي يعمل على مدار 24 ساعة وهو في حالة أيضا الأوبئة التي فتكت بالشعب اليمني ومع هذه الأوبئة ومع هذا القتل المستمر هناك إنهاك للكادر الطبي والصحي عدم وجود الأدوية لا سيما أدوية التخدير في العمليات وفي العنايات المركزة غير متوفرة